يلا يا ابن هنا يا كسروا مرسيدس. بعتوا لي المحل دي بكام؟ ولا ده بكام؟ ولا ده؟ اسمين عم تسعد الكوره. اتكل على الله مفيش كوره. يلا الكوره دي هتقطع وقتي. معلش والنبي عم تسعد الكوره. مفيش كوره يا ابني. يلا اتكل على الله. يلا بقول لك معلش عم تسعد الكوره. يلا يا ابني هنا اقعد اديك على قفاك. تدي مين على قفاك يا عم انت؟ لا انت ولا 10 سايق. ابوك ياهب يخلي معديس. اتكلم يا ادل يا عم انت. في ايه يا يحيى؟ في ايه؟ كوره جت عنده انت سبت له بيقول لك اديك على قفاه. يعني قال لك انا اسف وتدي له على قفاه؟ ليه؟ اخوه مات روح امك. لا ما ماتش بس هيموت النهارده. ويلا من هنا يا الواد ده لو عدى من قدامك بعد كده وما وقفتش تديله تعظيم سلام هطلع عين اهلك. فاهم؟ ماشي يا ادم. ما خلاص يا ادم سلم نفسك يا جدع. احنا في رمضان وخلي عندك دم. خلاص يا ادم حق عليا. وانت اه لو حد بقى معاك تاني وما خزقتش عينيه هقعدك فوق مع اخواتك مع الحريم. ما تشوفش الشارع ده تاني. عيب عليك يا ابو ادم. انت لو كنت اتاخرت شويه كنت جيت لقيتني معلقه على باب المحل. جدع نقضي انت حلو اهي. يلا يا ادم بقى. يلا يا جدعان بساطه بيه كل واحد فين. ايه الدوشه اللي انتوا عاملينها دي؟ انتوا مش عارفين ان في ناس نايمه ولا ايه؟ خش جوه بيت. بيت اما تبيتك بتقول لي كده على اساس ايه يعني؟ انا ولا مراتك ولا خطيبتك ولا حتى قاري فتحتك عليا. انا كده بقى يا حبيبتي بغير على اهل حتتي كلهم. خش جوه يا فاروق. حاضر يا ادم يا ابني. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. صمت وافطرت. البهوات بقى عاملين لي فيها بلطجيه. كان مين فيكم سبب الخناقه؟ ادي يحيى. احنا هنستهبل. خلاص يا عم امين صحتك بقى. معلش هو مش هيعمل كده تاني. ما تعملش كده تاني يا ولا. ايوه كلني كلني يا ادم. واكلك ليه يابا بس؟ ما السفره مليانه ايه. انت ما جيتيش تفطري معانا امبارح ليه؟ انت عارفه يا بنتي حمدي ست كبيره وما ينفعش اسيبها. انا ما صدقت اختها جت فقلت اجي افطر معاكم. بس صعبات يا بنت مضيتكم ورانا بشرعين. ولا انت عايز عبده جوزك بقى يقول ان احنا ما صدقنا خلصنا منك؟ عبده مالك يا سامي؟ فيك ايه يا حبيبتي؟ مفيش يابا. عبده اتخانق امبارح في ليبيا محبوس من امبارح. ايه؟ محبوس. ربع الفرخه اللي قدامك ده يا صبر. بتقول لك جوزها اتخانق ومحبوس. هات الشوربة دي يا بط. هو اتخانق ليه؟ هو راح يشتغل ولا راح يتخانق؟ ما اعرفش يابا. انا كل اللي اعرفه ان واحد كلمني امبارح في التليفون وقال لي ان عبده عور واحد وبيحققه معاه. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وده وقته يا بنتي. انا مش عارفة ياما اعمل ايه؟ اجيب فلوس الولادة منين؟ طب وعبده مش عامل حسابه ويبعت لك فلوس؟ كان ناوي بس ما بعتش. ما بعتش ليه ان شاء الله؟ ما اعرفش يابا. انا ما اعرفش حاجه. حتى مش عارفه اوصل له ازاي. الزعل وحش على الحوامل. كل مولود بيجي برزقه. معلش يا سامي يا حبيبتي ان شاء الله هتتظبط. بس اهم حاجه دلوقتي نطمن على عبده. ما تقلقيش يا حبيبتي ان شاء الله كل حاجه تتدبر. ان شاء الله هحاول كده اخش لي الجمعيه وان شاء الله هدبر لك مصاريف الولاد. ما تقلقيش يا حبيبتي. جمعيه؟ هتدفع الجمعيه كل شهر منين ان شاء الله؟ يعني احاول اشتغل كده كام فستان زياده وربنا يسهلها. قول بس انت يا رب. لا اله الا الله. كام فستان الله. زياده ازاي اذا كنت انت مكفيه على المكنه ليل ونهار؟ هتعملي ايه اكتر من انت بتعمليه؟ انت ملتنا برضو يا امين ولازم نقف جنبها. الله. وهي مش لها راجل يقف جنبها ويساعدها؟ ولا احنا مكتوب علينا ان احنا نجهز ونتجوز وهم يجيبوا عيال وفي الاخر يقعوا في قربزنا احنا برضو؟ خلاص يا عم امين. في ايه بقى؟ واحد الله. لا اله الا الله يا سيدي. لا اله الا الله. مش كفايه علينا خالك حاطط ايديه في ميه بارده ما يدفعش حتى تمن الربسه اللي بيغسل بيه غياراته؟ رايح فين؟ خلاص. طب كمل فطارك. خلاص نفسي اتسدت. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تزعليش يا بنت سامية. انت عارفه مفيش اطيب من ابوكي. وعارفه برضه انه بيطلع يطلع يطلع وبعدين ما بيعرفش ينزل. قوم اجيبه انا. فك يا بنت كده. جزاك الله العظيم يا رب. يابا كل يا حبيبتي كل.
العب يا قفا يا قفا يا هفا. هو ده اللي مقطعهم مقطعهم. طب اللي اول واحد فيكم بيعرف يلعب، هات الكوره دي تعالى تعالى هشوط شوطه واحده. براحتك يا كبير، ده انت لسه مدي الديسي علقه تمام. انت مين يا؟ بقول لكم ايه؟ مين فيكم بيعرف يقف جون حلو؟ مفيش؟ هشوط شوطه، اللي هيصدها اديله 5 جنيه. انا هقف جوه. يا خمساتك يا ادم. ادم استنى ما تمشيش، عايز اقول لك على حاجه. يا ابن المحظوظه يا سيس. ويلس. ها مركز؟ مركز. البس يا ادم. ايوه يا ادم. صحي. ازيك يا مفتاح عنك انت؟ تمثيلك يا ادم ده ما جاتش من اللي واقفين على النواص. تعالى قلت الادب. ربنا يخليك يا حبيبي. راح فين ده؟ انت كنت فين؟ بص لأم فتحي. هو انا مش قلت لك استناني؟ ايه بنت الشخصية الشرسة دي؟ مش قبل الفطار انت مش جوزي، انت مش خطيب، مالكش كلمه عليا، وبعدين مالك زي القطر كده. انت هتلبخ ولا ايه؟ مش هلبخ يا عم. ايه انت عايزاني في ايه؟ ما هو انت لو تعرف انا عايزاك في ايه هتقدر. في ايه بقى؟ كل سنه وانت طيب. ده العيد بعد بكره. ده مش العيد، ده عيد ميلادك. تصدق كنت ناسي يومتي الوحيده اللي افتكرتي. هو انت ما عندكش نتيجه ولا ايه؟ لا والله. 29/2 اليوم ده انا لا يمكن انساه. ده بيجي مرة كل 4 سنين. أيوة فعلا سنة كبيسة يعني. أو اليوم الزيادة ده بالنسبة لي أحلى يوم. أنت بقى يا ست عيد ميلادك كمان شهرين، ليك عليا أجيب لك حتة هدية بس مش هحرقها لك دلوقتي. إيه ده؟ أنت فاكر عيد ميلادي يا آدم؟ عيد ميلادك؟ عيد ميلادك ده يتنسي يا عبيطة؟ وأنا أنسى برضه سندوتشات المسقعة والمفتقة اللي أمك كانت بتعملها لنا. سندوتشات مسقعة ومفتقة إيه؟ هو ده اللي أنت فاكره؟ بهزر معاك يا عبيطة. والحلاوة والجبنة الرومي والزيتون. جبتلي ايه بقى؟ تصدق الجاكيت ده اصلي؟ بجد عجبك؟ اه والله. يا رب يطلع مقاسك. هيطلع مقاسي. بعدين انت ذوقك حلو يعني، لازم يعجبني. حلو؟ مقاسي ها؟ هنفع ظابط ها؟ شكرا يا هنا. وانت بقى بنت مش هنفرح لك بعريس بقى ولا ايه؟ كبرت كده وحلاوتي وما ينفعش تسابي بقى كل ده. ليك عليا بقى يوم فرحك لزوق لك الفيس بقى واديك الكوافير بنفسي. طيب يا هنا. همشي انا بقى عشان ما اتاخرش على الشغل. بالنسبه للشنطه دي بقى خليها معاكي عشان عيد ميلادي الجاي. خد يا ادم الطلب ده توصله بسرعه 3 شارع الانوار. ايه 3 شارع الانوار؟ ما تعرفين انا عم عفيف من التوصيله دي ولا لا؟ ده تبع منطقتك يعني انت لازم توصله. ما المصيبه انه تبع منطقتي والنبع عم عفيف. عارفين انا من التوصيله دي احسن مني. احنا في العشر الاواخر الواحد ما بيبقاش عايز يعني يخرج عن شعوره بقى، انت عارف الدنيا زحمه وكده يعني. ما علاقة العشر الأواخر بالتوصيل يا عم آدم؟ وأنت مال أهلك يا سيرس أنت؟ بقول لك يالا لو ما تظبطتش معايا شايف السيخ ده؟ معلش يا عم عفيفي خلي ده أنا اليومين دول مش عايز أفضل منك. لا يا أدم أنت حساس قوي وكلك شعور. أنت بتاخد رأي ولا إيه يا عفيفي؟ ما تودي أدي الطلب بدل ما أقطع عنك المرتب. ما تمنع عن المصروف أحسن يا عم مرتضى. آدم معلش وصله عشان خاطري. هوصل الطلب ده عشان خاطرك أنت. الواد ده رخم قوي يا عفيفي ولا انا بتهيألي؟ ادم دماغه ناشفه حبتين بس هو جدع طيب وابن حلال.
الخد ما تدينيش وتشوفني تقول ما شفتش فانت ما شفتنيش قدك تقول ما خدتش والخد ما تدينيش. عاش من شافك يا ادم وحشتني. ما تشوفيش وحش يا اختي. ايه انا ما وحشتكش؟ مش قوي ده كلهم يعني حاجة وعشرين يوم اللي مشفناش بعض فيه. اخصى عليك ده بدل ما تدخل تونسني في وحدتي. تقصيع يا بيت ده انا مربيك من ايام ما كان اسمك لبيبة من ايام ما كنت ساكن عندنا في الحارة قبل لولوس. خلاص بقى يا ادم ده كان زمان ما تفكرنيش الله انا دلوقتي لولوس. وبعدين انا مخنوقة اليوم من دول امتى الشهر يخلص بقى وارجع اشتغل تاني. ما تقلقيش يا اختي كلها يومين والعيد يخش وترجع تشتغلي تاني. خدي بالك. طب بقول لك ايه؟ ما تيجي تتسحر معايا. بقول لك ايه؟ اتمسي وقولي يا مسا رمضان كريم في العيد. ما تفهمنيش غلط ده انا نسحر احنا الثلاثه. ثلاثه؟ اه انا وانت والشيطان. بقول لك ايه يا لولوس؟ ايه؟ هات الطلب ده كده وخش اندهي عشان نمشي. مين ده اللي انده؟ الشيطان. سلام انت عوضوا على تليفون. اخرت ليه يا مرزوق؟ انا دقيقه وكنت ماشيه. اعمل ايه بس يا بطه كنت في الشغل ومش عارف اخلع. طب ما انا رنيت عليك كذا مره وسمعاك عمال تتكلم مع حد وعمال اقول لك الو الو ما بتردش عليا. اعمل ايه بس الضابط كان واقف على دماغي ومش عارف ارد رحت فاتح عليك وقلت يمكن تسمعني وتفهم. خلاص عديها لك المره دي. لا قبل ما تعديها في حاجه مهمه قوي عايز اقولها لك. ايه؟ وحشتيني. انت كمان. بجد؟ بس بجد بقى عايز اقول لك حاجه بجد بجد قوي يعني المره دي. ايه؟ بحبك. اشمعنى؟ معنى؟ عشان انت بنت جدعة وبنت راجل. بس كده؟ لا بس كده ايه؟ عشان انت حلوة حلوة قوي زي القمر وبموت فيكي.